للعام الثاني على التوالي ترسل الشيخة فاطمة بنت مبارك مساعدات ودعما للسودان في ترسيخ وتعميق للعلاقات بين السودان والإمارات، حيث يمتد جسر جوي بين البلدين لإيصال هذه المساعدات الإنسانية للأسر المحتاجة في خطوة وجدت الترحيب والإشادة من الجانب السوداني للدعم المتواصل الذي تقدمه الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات. شكرنا الجزيل لحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواقفهم الداعمة لحكومة وشعب السودان في كافة المواقف. علاقات مزدهرة ومتميزة تربط السودان بالإمارات، لذلك أتت مبادرة الشيخة فاطمة التي تصب في إطار جهودها المستمرة لتوفير الاحتياجات الإنسانية للأسر السودانية ودعمها للمواطن، حيث يستفيد من هذه المساعدات أكثر من 60,000 شخص. مكرمة وهي مير رمضاني حوالي 23,000 مستفيد إن شاء الله في 7 ولايات. الأخوة إن شاء الله المستفيدين سيكون جلهم من النساء والأطفال والأسر المحتاجة. ستكون هذه المساعدات في الولايات الأكثر حاجة مثل ولاية غرب دارفور وولاية أيضا كسلة ونهر النيل والشمالية والجزيرة والخرطوم. وسيتم توزيع الدعم الإنساني الإماراتي على 7 ولايات سودانية هي الأكثر حوجة لهذه المساعدات. جسر جوي يمتد من الإمارات إلى السودان على مدى يومين، يحمل في رحلات جوية العديد من المساعدات الإماراتية إلى السودان لتمتد ل7 ولايات وتشمل أكثر من 60,000 مواطن، لتؤكد متانة العلاقات بين السودان والإمارات العربية المتحدة. سهام سعيد، قناة